تنذكر الله ملي كيقول السيد ربي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله. قداش هذا ذكر الله اللي خصنا نبقاو نذكروا باش نتسناو راه دينا داكشي اللي علينا؟ شحال خصنا؟ راه واخا تعيش مليار عام غتلقى راسك ما درتي والو مقارنه مع الله عز وجل، مع مقارنه مع ما يجب في حق الله عز وجل. الملائكه تاتي يوم القيامه ودوزت حياتها كلها لا تعصي الله ما امرها وتفعل ما تؤمر، يعني طاعه بنسبه 100%، ما فيها ماكله، ما فيها شراب، ما فيها جماع، ما فيها نعاس، ما فيها والو، وهي طائعه لله. النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا على رسول الله، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اطت السماء وحق لها ان تأط. الاطيط شناهو؟ اللي كتمشي مثلا عند شي مول المحل، شي خياط عاده كتكون عنده هذه القضيه هذه، او شي دابا تا ولا كيتوسعوا شي شويه بحال هكا في الافق، يبقاوش كيديروا الناس المحلابه وداك الشيء، كتلقى عنده السده. قلتوا على السده ملي كيطلع عليها في داك السليليم وكيطلع باش يجيب لك مثلا الثوب ديالك اللي مخيطو لك حاطه الفوق. السده عاده باش كتكون بالعود، ملي كيطلع فوق منك كتبدا تسمع ديك الزيط الريط، هذيك الزيط الريط هذاك هو الاطيط. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اطت السماء، يعني من كثره تقلي فوق منها، وحق لها ان تأط ما من موضع اربع اصابع، يعني خويا قد هكا، قال لك ما من موضع اربع اصابع، يعني كيفرق ما بين ملكين، الا وملك راكع او ساجد لله عز وجل الى قيام الساعه. تخيل ملك خلق الله، الله اعلم متى خلقه، وهو ساجد، خدمته هي هذيك، يبقى ساجد لله. حنا الفقيد الجامع الى فات سبحان ربي الاعلى ثلاثه المرات، تتقسم لينا دارنا سموها انا جوج من الصلاه هذو صافي صل، من اما اناس فل اش كيديروا لهذا الحديث هذا يا ولدي تيطيروا. لا اله الا الله. هذا ما انا ما قلناش لك انك تبقى ساجد الى ان تقوم الساعه، لكن غير اعطيتك تقريب، ملك ساجد الى ان تقوم الساعه، ومع ذلك عندما تقوم القيامه ويتجلى الرب عز وجل لملائكته، بعدا تقول هذيك الملائكه كتقول لي سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اذا فملي كنسمعوا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، كتقول شنو هو العبار اللي خاصني نبقى نذكر به الله باش نتسمى راه فعلا اديت هذا الامر هذا، ومع ذلك ربك عز وجل يرضى منك بالقليل ويثيبك عليه بالكثير. هذه رحمه سيد ربي. وفوق من هذا ذاك سيد ربي قال لك يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا، وجا ذكرى هنايا منصوبه على الاطلاق مفعول مطلق، يعني لا يعلم هذا الذكر كم قدره كم عظمته شحال خصنا نديرو. وزاد من وراها نعتو بحاجه اخرى وصفو قال لك اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. يا سيدي بغينا الناس ماشي انه يبقى النهار وما طال وهو قال سيذكر الله، احنا بغيناه غير ما يغفلش على الله عز وجل بالقدر الذي يمكن ان يوقعه في المعصيه. خصك واحد السياج تسيج به علاقتك بربك عز وجل، والا الشيطان راه سامر لك عند الباب، غديرها غيدخل، كندوي لك على باب القلب، هو واقف عند الباب، ما عندوش هو البيرمانونس عنده هو اش 24 24 ساعه 24 ساعه 7 ايام في السيمانه 360 يوم في العام، كدوي 360 بالعدل الهجري. شي يقول لك واحد علاش عنده 5 ايام كونجي؟ لا احنا كنحسبوا بالهجري، هذا هو الاصل، هو الذي يتماشى مع حركه الكون من قمر. المهم هذا موضوع اخر ما بغيناش نناقشوا. دابا الشيطان واقف سامر، تغفل ايكوي، واش غنكونوا حنا دارين الله عز وجل شي حوايج اكثر من المكارم اللي عطى لسيدنا ادم عليه السلام؟ ما يمكنش، راه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه مباشره من غير ترجمان، وخلق له زوجه واسكنه جنته وعلمه ما لم يعلم الملائكه واسجد له ملائكته وكرمه على كثير ممن كان قد خلق انذاك تكريما وتفضيلا، ومع ذلك اش قال سيدنا ربي على سيدنا ادم؟ قال لك وعصى ادم ربه فغوى. امتى غتجيك انت تعصى الله عز وجل وانت فداك الشيء كله في اللحظه ديال الغفله؟